السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخوات فاضلات، وصلنا إلى الجزء الثالث من الفصل الخامس من منهج نظم التشغيل الأكاديمي. شرحنا في المحاضرات السابقة أساسيات الـ Process Synchronization اللي هي مزامنة العمليات، وذكرنا بأنه يعني لأنه نظم التشغيل الحديثة تعمل على معالجات قوية تحتوي على مالتي كور أو Parallel Systems أو غيرها، فنظام التشغيل يكون مسؤول عن تشغيل أكثر من عملية في نفس الوقت. بالتالي المعالج مهما كان قويا، يعني الكور الواحد من المعالج مهما كان قويا فهو يستطيع معالجة عملية واحدة في الوقت الواحد، وبالتالي لكي نضمن أن المعالج يعمل بأقصى طاقته في يعني أغلب الوقت، يقوم نظام التشغيل بإدخال العمليات بتسلسل معين. ولكن بعض الأحيان لكي نضمن عدم حصول خلط أو مشاكل في التنفيذ، خصوصا بالنسبة للعمليات التي تحتوي على مقاطع كود تصل إلى بيانات مشتركة، نستخدم ما يسمى بالسينكرونايزيشن، بحيث انه يعني نضمن ان هناك عمليه واحده فقط تعمل في الكريتيكال سكشن الخاص بها، بحيث انه نمنع العمليات الاخرى من الدخول الى الكريتيكال سكشن واللي هو مقطع الكود المسؤول عن الوصول الى البيانات المشتركه، فنضمن انه النتائج النهائيه تكون صحيحه. شرحنا عده خوارزميات عن كيفيه تحقيق هذا الشيء، ولكن يعني اخر واحده كانت السيمافور واللي شرحنا عنها فيديوهين يعني السابقات. احد المشاكل اللي ممكن انه تظهر في السيمافور اللي هو العارضه او عارضه الطريق هو ما يسمى بالديدلوك. الديدلوك هو التوقف القاتل، والذي هو عمل يعني حالة تحصل. طبعا هناك يعني فصل كامل عن الديدلوك وكيفية معالجته، راح إن شاء الله نأخذه في الفصل السابع أعتقد أو الثامن. الديدلوك هو عندما يكون هناك عمليتين أو أكثر تنتظر indefinitely، يعني بشكل إلى ما لا نهاية، لحصول فتح حدث معين يتم تسبيبه من قبل العملية الأخرى. يعني نفترض إذا كانت عندنا الأس والكيو هي two semaphores، اثنين initialized with one، يعني اثنين تبدأ بقيمة واحد. احنا نعرف بانه كل سيمافور لازم يطبق الويت ثم السيجنال، وبعد ذلك الويت ثم السيجنال للسيمافور الاول. فاذا كانت عندنا العمليه بي نوت تحتوي على ويت اس وويت كيو، في نفس الوقت العمليه بي 1 العمليه البروسيس الثاني يعني مطبقه ويت كيو وويت اس، فبالتالي الويت اس هنا هي تنتظر حصول السيجنال اس، والويت كيو هنا تنتظر حصول السيجنال كيو، وبالتالي كل العمليتين راح تبقى كل واحده منهم تنتظر تحقق فشيء اخر يعني من العمليه الاخرى، وبالتالي هذه ما تسمى عملية الديدلوك، واللي أيضا مثل ما ذكرنا راح نشرحها بشكل مفصل أكثر في الفصل السابع أو الثامن. الستارفيشن اللي هو يعني الستارفيشن المجاعة ترجمتها الحرفية، واللي هي يعني ترجمتها بمصطلحات نظم التشغيل اللي هي الانديفاينايت بلوكينج، اللي هو التأخر أو التوقف إلى ما لا نهاية، الغير يعني الغير محدد بالوقت. يحصل عندما عملية may never be removed from the semaphore queue in which it is suspended. يحصل للعملية إذا كانت هي موجودة في طابور السيمافور ولن تخرج منه يعني حتى بعد مدة طويلة جدا. طبعا نقصد بها مدة طويلة جدا بأزمان السي بي يو اللي هي بالمايكرو سكوند أو الميلي سكوند، ولا هي يعني في زمن يعني في الأزمان الخاصة بالمستخدمين البشر. يعني بعض الأحيان تحصل عندنا الستارفيشن أو الديدلوك، أو يظهر عندنا في رسالة تقول لنا بأن العملية الفلانية نوت ريسبوندينج، يعني لا تستجيب، ربما بعد عدة ثواني أو ربما بعد دقائق. هاي دقائق بلغة زمن البشر هي تعتبر قليلة، ولكنها تعتبر indefinite يعني طويلة جدا في بمصطلحات الكمبيوتر. فهنا طبعا راح يطلب من عندنا فد معالجة معينة انه نقوم بإيقاف العملية او إيقاف عمليات اخرى او غيرها من الامور الاخرى. هنا ايضا واحدة من الحلول لمشكلة الستارفيشن او الديدلوك هي البرايورتي انفيرشن، اللي هو عكس او قلب الأولوية. طبعا هي عبارة عن scheduling problem، مشكلة تحصل في عملية جدولة البيانات او العمليات. عندما lower priority processes hold a lock need to be higher by higher priority processes، تحصل عندما يكون عندنا عمليات واطئة الأولوية يعني يمكن تأخيرها، عندما تكون هذه العمليات تمسك باللوك القفل اللي تحدثنا عنه في المحاضرات السابقة، وهذا القفل يكون يعني مطلوبا من قبل العمليات الأعلى أولوية، وبالتالي هنا رغم أن هذه العملية هي أعلى أولوية إلا أنها ستضطر للانتظار للعملية الأقل أولوية لكي تكتمل وتقوم بتحرير اللوك، وبالتالي حصل عندنا ما يسمى به البرايورتي انفيرشن اللي هو عكس او قلب الاولويه. هذا طبعا يمكن حلها باستخدام البرايورتي انهيرتنس بروتوكول، اللي هو بروتوكول وراثه الاولويه، وهذا ايضا يعني راح نشرحها بشكل مفصل ان شاء الله. المشاكل التقليديه للسينكرونايزيشن او عمليات المزامنه، اكو عندنا ثلاث مشاكل يعني عاده يتم يعني اي خوارزميه سينكرونايزيشن يتم تقييمها انه هي فعاله وجيده او لا اذا كانت تنجح بحل هذه المشاكل الثلاثه التقليديه، واللي هي طبعا used to test the newly proposed synchronization schemes، يعني اي نموذج مزامنه جديد يتم اقتراحه بشكل جديد يتم اختباره باستخدام يعني بتطبيقه على هذه الثلاث عمليات او هذه الثلاث مشاكل.
إذا قام بحلها بشكل كفو يعتبر هذا النموذج المزامنة يعتبر جيد. المشكلة الأولى اللي هي الباوندد بفر بروبلم، اللي هي مشكلة الذاكرة المحدودة. الريدر رايتر بروبلم، مشكلة القارئ والكاتب، أو البروسيسز العمليات التي تقوم بالقراءة، والبروسيسز أو العمليات التي تقوم بالكتابة. وأخيرا الدايننج فيلوسوفرز بروبلم، مشكلة عشاء الفلاسفة، وهذا أيضا يعني فد مشكلة خاصة هي تعتبر قديمة إلى حد ما، وربما ليس لها تطبيقات موجودة في الأو أس الحديثة، إلا أنها تعتبر أيضا يعني تراديشنال، مشكلة تقليدية لحل مسألة السينكرونايزيشن. بالنسبة للباوندد بفر بروبلم، هنا نفترض أنه أكو عندنا عملية معينة مثل ما تحدثنا عنها سابقا، البروديوسر والكونسيومر. أكو عندنا هنا بفر اللي هو ذاكرة مؤقتة مشتركة بين العمليات. عندنا N من البفرز، يعني عدد N من البفرات، الذواكر المشتركة، كل واحدة منهن يمكن أن تحتوي على one item. كل واحد من هذه البفرات يمكن أن يحتوي على عينة أو نموذج واحد من البيانات. هذه البيانات قد تكون 1 بايت، 1 وورد، 2 بايتس إلى آخره، يعني كمية معينة من البيانات. السيمافور اللي راح نستخدمه نسميه ميوتكس، الانيشاليز تو فاليو 1 يبدأ بقيمة واحد. وكو عندنا سيمافور اسمه فول يبدأ بقيمة صفر، لأنه يعني في البداية عندما تبدأ العملية بالتنفيذ تكون كل السيمافورز فارغة، فتبدأ قيمة الفول بصفر. والسيمافور 1 أو سيمافور امتي اللي هو السيمافور الخاص بالعمليات أو البفر الفارغ يبدأ بقيمة N، لأنه N من البفرات في البداية تكون فارغة. هنا طبعا راح يكون عندنا بالنسبة للبروديوسر والكونسيومر بروبلم مثل ما ذكرنا. البروديوسر راح يكون كالآتي، structure of the producer process، يعني هيكل العملية المنتجة للبيانات راح تكون كالآتي: do while true، يعني هذا ال indefinite loop هذا راح يستمر هذا إلى ما لا نهاية طالما أن هذا الشرط متحقق اللي هو true. produce an item in the next produced، يعني يقوم بإنتاج فد عنصر جديد أو بيانات جديدة، ثم يطبق wait of empty، wait of mutex. بعد ذلك راح يقوم بإضافة هذا البروديوست آيتم إلى البفر، هذا العنصر الذي قام بإنشائه اللي هو مجموعة البيانات راح يضيفها إلى بفر معين، وبالتالي راح يستدعي signal mutex وsignal full. هذا هو يعني wait، يعني هو عبارة عن هذه الأربع أسطر: wait empty، wait mutex، بعد ذلك signal mutex وsignal full. هذا بالنسبة للبروديوسر. الكونسيومر راح يقوم بتنفيذ العملية المعاكسة اللي هي أيضا do while true، wait full، wait mutex، بعد ذلك يقوم بإزالة هذا العنصر من البفر ويضعه في next consumed، ثم يستدعي signal mutex signal empty. مجرد أن هذه العمليات الأربعة يتم تنفيذها، بعد ذلك consume the item in the next consumed، يعني هذا العنصر الذي قام بإزالته من البفر ووضعه بهذا الطابور اللي اسمه next consumed، هنا راح يقوم باستهلاكه، واللي هو مثل ما ذكرنا يعني الكونسيومر هو عبارة عن عملية تقوم بأخذ بيانات منتجة من قبل عملية أخرى واستهلاكها، يعني توظيفها في معادلة معينة أو في بروسس معينة إلى آخره. بالنسبة للمسألة الأخرى اللي هي ريدر رايتر بروبلمز، أو يعني مسألة القراءة والكتابة، هنا أيضا نفترض أنه عندنا داتا سيت أو مجموعة بيانات مشتركة بين مجموعة من العمليات المتزامنة، كونكرنت يعني متزامنة. الريدر العمليات القارئة يمكن أن تقرأ البيانات فقط، ولا يمكنها القيام بأي عملية أبديت، لا يمكنها تحديث أي شيء بالعمليات. الرايتر تقوم بكلاهما بعملية القراءة والكتابة للبيانات. المشكلة أنه إحنا يجب أن نسمح لmultiple readers to read the at the same time، يجب أن نسمح لعدة عمليات قارئة بأنه تقرأ البيانات في نفس الوقت، ولكنه نسمح فقط لعملية واحدة تقوم بالكتابة في نفس في وقت واحد بالنسبة للبيانات المشتركة، لكي مثل ما ذكرنا نحرص على أنه البيانات النهائية تكون يعني غير مشوهة وغير متأثرة بعدة عمليات رايتر في نفس الوقت. هنا طبعا اكو عندنا several variations، يعني عدة أشكال أو أنماط مختلفة لهذه المسألة of how readers and writers are considered، يعني كيف نستطيع اعتبار readers والwriters وكيف نستطيع التفاعل فيما بينهما. All involve some form of priorities، كل من هذه العمليات تتضمن priority معينة، يعني إسناد فد أولوية معينة لعمليات القراءة والكتابة. ومثل ما هو واضح هنا عندنا بالنسبة لعمليات الرايتر يجب أن تكون هي الأعلى أولوية، لأنه إذا كانت هي تعمل فيجب أن نقوم بإيقاف كل العمليات الأخرى لكي نمنع حصول يعني لبس في النتائج. هنا الشيرد داتا مالتنا، البيانات المشتركة اللي راح يعني نقوم بتبادلها بين العمليات، هي الداتا سيت مجموعة البيانات، والسيمافور اللي اسمه ريدر رايتر ميوتكس أيضا يبدأ بقيمة واحد، سيمافور اسمه ميوتكس يبدأ بقيمة واحد، وانتجر يعني رقم صحيح اسمه ريد كاونت اللي هو عدد البيانات أو عدد العمليات التي تقوم بعملية الريدنج، والذي أيضا يبدأ بقيمة صفر. هنا أنا أيضا نفس الحالة بالنسبة لهيكل عملية الرايتر، أيضا دو واير ترو، كل العمليات اللي قاعد نتحدث عنها هي بنفس هذا الهيكل. ويت فور ذا ريدر رايتر ميوتكس، رايتنج از بيرفورمد، هنا طبعا يقوم باستدعاء ويت لهذا السيمافور، ثم يقوم بعملية الكتابة، ثم يقوم بعملية سيجنال للريد رايت ميوتكس.
بالنسبة لعملية الريدر أيضا يعني دو وايل ترو، هنا يجب أول شيء بالبداية wait for mutex، يعني بعد ذلك يقوم بعملية read count plus plus، يقوم بزيادة عداد أو الكاونتر للريدر بروسيسز، لأنه مثل ما ذكرنا بالبداية يكون صفر، فعندما نقوم باستدعاء أي عملية ريدر نقوم بزيادته بمقدار واحد. إذا كان يساوي لنا واحد راح نقوم باستدعاء wait reader writer mutex، بعد ذلك نقوم بعملية signal للmutex reading is performed، هنا تتم عملية القراءة. بعد ذلك أيضا نقوم بعملية wait mutex مرة ثانية ونسوي عملية read count minus minus، هنا إذا تمت عملية القراءة نزيد الكاونت بلس بلس، هنا بعد ما تتم عملية القراءة نقوم بتنقيص هذا الكاونتر أيضا، يعني read count minus minus، هنا طبعا لازم أكو underscore مثل ما هو، يعني هو اسم المتغير read underscore count، هنا أيضا نفس الحالة read underscore count minus minus يعني نقص بمقدار واحد. إذا كانت read count تساوينا صفر بعد ذلك راح نستدعي signal of read write mutex و signal mutex وهكذا، يعني هذا هو اللوب راح يتكرر في كل عملية ريدر، نزيد الكاونتر بمقدار واحد عندما نريد القراءة، بعد أن تتم القراءة نقوم بتنقيص الكاونتر بمقدار واحد. الفاريشنز اللي ذكرناهن اللي هن النسخ المختلفة لمشكلة ريدر رايتر، أولا first variation اللي هو النوع الأول no reader kept waiting unless the writer has permission to use the shared object، يعني لا نقوم بإبقاء أي واحد من عمليات الريدر في حالة الانتظار ما لم يكن الرايتر يمتلك الصلاحية للوصول إلى الشيرد أوبجكتس، يعني إذا كان الرايتر يريد الوصول إلى أي بيانات أخرى غير الشيرد أوبجكت غير الكريتيكال سكشن بروبلم فنسمح له بالوصول، يعني كلاهما ريدر والرايتر، أما إذا كان الرايتر يريد الوصول إلى بيانات مشتركة فيجب أن نبقي الريدر في حالة انتظار. الفاريشن الثاني once the writer is ready it performs the write as soon as possible، يعني النوع الثاني من أنواع ريدر رايتر بروبلم أنه أول ما يكون عملية الرايتر مستعدة يعني موجودة في الريدي كيو نسمح لها بأن تقوم بإجراء الكتابة as soon as possible يعني بأسرع وقت ممكن. طبعا both may have starvation leading to even more variations، يعني كل من هذه الحالتين قد تحصل فيها عملية الستارفيشن والتي تقود إلى حالات يعني variations أو يعني تغيرات أكثر. The problem is solved on some systems by kernel providing reader-writer locks. هذه المشكلة تم حلها من قبل بعض نظم التشغيل من خلال السماح للكيرنل اللي هو نواة النظام بتوفير أقفال للreader-writer، وبالتالي تحل المشكلة. مجرد أنه الريدر إذا امتلكت القفل الرايتر راح تنتظر، وإذا كانت الرايتر تمتلك القفل فإن عملية الريدر راح تنتظر وهكذا، يعني بهذه البساطة. الدايننج فيلوسوفرز بروبلم، هذه مشكلة عشاء الفلاسفة، هذه طبعا مشكلة مثل ما ذكرنا مشكلة تقليدية في عالم نظم التشغيل، ويعني أيضا حلها يحتوي على الكثير من الذكاء في كيفية يعني برمجة نظم التشغيل للتعامل مع العمليات المختلفة. هنا مثل ما واضح هنا أكو عندنا في الطاولة دائرية تحتوي على خمس كراسي، يجلس على كل كرسي واحد من الفلاسفة، وهناك أكو عندنا الصحون، طبعا صحن الرئيس الرئيسي يعني الأرز الكبير في الوسط، وهناك صحون جانبية، يعني كل واحد من هؤلاء الفلاسفة يستطيع الأكل من هذه الصحون. المشكلة أنه يستخدمون ما يسمى بالتشوبستكس، التشوبستكس اللي هن عصيان أو أيدان الأكل، يعني خاصة تستخدم من قبل الصينيين، فكل واحد من هؤلاء الفلاسفة يحتاج أنه يستخدم تو تشوبستكس، يعني اثنين أيدان أكل، ولكنه إذا تلاحظ أنه عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة أيدان، فإذا هذا الفيلسوف أخذ اثنين أيدان بالتالي هذا الفيلسوف لن يبقى له إلا واحدة، أما إذا هذا الفيلسوف أيضا أخذ اثنين أيدان فهذا الفيلسوف لن يبقى له أي شيء، وبالتالي يمكن أن يعني يحصل عند حالة الستارفيشن. هنا الستارفيشن راح تكون يعني literally يعني حرفيا أنه لن يسمح له بالأكل، طالما أن هذا الفيلسوف ممسك باثنين أيدان وهذا الفيلسوف ممسك باثنين أيدان وهكذا بالنسبة للآخرين. فتلاحظ أنه هنا مسألة المزامنة بين العمليات أو المزامنة بين الفلاسفة واللي هم هنا يعبرون عن processes عمليات موجودة في نظام التشغيل تعتبر مسألة مهمة جدا. هنا مثل ما ذكرنا الفلاسفة يقضون حياتهم متنقلين بين عملية التفكير والأكل، يعني هم فقط حالة أما تفكير أو أكل. التفكير هنا نقدر نعتبرها reading والأكل هو writing، فإذا قدرنا نشبه هذا التشبيه راح نقدر نرجع للمسألة السابقة. don't interact with their neighbors، لا يتفاعلون أو لا يتواصلون مع جيرانهم، يعني هذا الفيلسوف لا يتحدث مع الفيلسوف المجاور له. Occasionally try to pick two chopsticks one at a time to eat from pool، يعني في بعض الأحيان occasionally أحيانا يقوم كل واحد من هؤلاء الفلاسفة
بأخذ 2 عيدان للأكل أو عصي الأكل، واحدة في كل مرة، لكي يقوم بالأكل من البوض. البوض هذا هو الطاسة أو الوعاء الكبير الموجود في الوسط، والذي يأخذ منه يعني بعض الأرز يضعه في وعائه ويقوم بالأكل من عنده. Need both to eat, then release, then both when done. يعني كل فيلسوف يحتاج كلا عيدان الأكل لكي يستطيع الأكل، ويقوم بتحرير كلاهما عندما ينتهي من الأكل، عندما ينتقل من عملية الـ eating إلى عملية الـ thinking مرة أخرى. And in the case of 5 philosophers، يعني في حالة أنه عندنا 5 فلاسفة، البيانات المشتركة راح تكون هي الـ pool of rice اللي هو وعاء الأرز في الوسط، واللي هو هذا يعتبر data set اللي نقوم بعملية الـ reading والـ writing منته. السيمافور chopstick، هنا راح يكون عندنا السيمافور أو عارضة الطريق هي عبارة عن مصفوفة تحتوي على 5 اللي هن 5 عيدان الأكل، هذين الـ5 الموجودات على الطاولة، والتي أيضا تبدأ بقيمة 1. هنا راح يكون عندنا structure of philosopher I. هنا الآي هو كاونتر، يعني قد يكون 1 2 3 4 5 أي واحد من الفلاسفة. راح يكون أيضا الستركتشر الخاص بهذه العملية do while true، يعني قم بتطبيق هذا اللوب طالما أن الشرط صحيح. بالبداية راح ينتظر the chopstick I، بعد ذلك ينتظر the chopstick I plus 1 mod 5، يعني يأخذ الchopstick رقم 1 مثلا أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، ثم يأخذ الchopstick الثانية اللي هي حاصل جمعها أو باقي قسمة الجمع على 5 يعني يساوي 1، وبالتالي راح يحصل يعني الchopstick الأول والchopstick الثاني اللي هو موجود على طرفي هذا الوعاء الخاص بهذا الفيلسوف. بعد ذلك يقوم بعملية الأكل، بعد ذلك يقوم بعملية السيجنال لأنه يقوم بتحرير هذا الشوبستيك اي، ثم يقوم بتحرير الشوبستيك اي بلس 1 مود 5 اللي هو الثاني، ثم ينتقل إلى عملية الثينكينج اللي هي التفكير، وتنتقل يعني هذه العملية. طالما أنه هو أخذ 2 شوبستيكس، بهذه الحالة يجب أن نقوم بإجبار الفيلوسوفر أو الفيلسوف المجاور له بالوجود بعملية الثينكينج، وهكذا يتبادلون فيما بينهم. هنا نقول what's the problem with this algorithm، ما هي المشكلة في هذه الخوارزمية؟ اولا ممكن تكون عندنا ديدلوك، وكيفيه اداره الديدلوك هنا او يعني كيفيه التعامل مع الديدلوك في هذه الحاله هو انه ممكن حلها بالطرق الثلاثه التاليه. اولا انه نسمح لاربع فلاسفه فقط بان يجلسون في وقت واحد الى الطاوله، وبالتالي هذا راح تقلل لنا من احتماليه انه اربعتهم يكونون في حاله ايتينج. الحاله الثانيه انه allow a philosopher to pick up the forks only if both are available، نسمح للفيلسوف بانه يقوم باخذ الشوكتين أو عصي الأكل الاثنين على جانبيه في اليمين واليسار فقط إذا كان كلاهما متوفرا. Picking must be done in a critical section، وهذا البيكينج يعني عملية الأخذ لهذه الشوبستيكس واللي هن في حالتنا هنا سيمافورز يجب أن تتم فقط في حالة الكريتيكال سكشن اللي هو فقط البيانات المشتركة. Use an asynchronous solution، نستخدم حل غير متزامن واللي هو an odd numbered philosopher pick up first the left chopstick and then the right chopstick، بحيث أنه نسمح لكل واحد من الفلاسفة اللي هو رقم فردي يعني الأول والثالث والخامس بأنه يأخذ فقط الشوبستيك إلى اليسار أو عصا الأكل إلى اليسار، وبعد ذلك يأخذ العصا الأكل إلى اليمين. وأما بالنسبة للإيفن نمبرز فيلوسوفرز يعني الفلاسفة اللي هم أرقامهم زوجية 2 4 6، فيقومون بأخذ الشوبستيكس إلى اليمين في البداية ثم إلى اليسار في مرة أخرى. فتلاحظ أنه هاي العملية إذا تم تطبيقها على حالتنا السابقة راح تقلل لنا من احتمالية الديدلوك والستارفيشن. البروبلمز وذ سيمافورز ايضا مثل ما ذكرنا انكوركت يوز اوف سيمافور اوبريشنز، بعض الاحيان يمكن انه تحصل عندنا مشاكل في سيمافور اذا استدعينا السيجنال قبل الويت، بحيث انه سيجنال ميوتكس ويت ميوتكس بعد ذلك ويت ميوتكس ويت ميوتكس. فتلاحظ هنا يعني راح تبقى هذه العمليه في حاله ستارفيشن او ديدلوك الى ما لا نهايه، فهنا يجب ان نقوم بحذف واحده من الويت ميوتكس او سيجنال ميوتكس او كلاهما لكي نضمن عدم حصول الديدلوك او ستارفيشن، والا في حاله عدم تنفيذ هذا الشيء فان الديدلوك والستارفيشن يمكن أن تكون أو أن تحصل في أي وقت. المونيتورز تعتبر هي أيضا جزء يعني نوع آخر من أنواع السينكرونيزيشن تولز أو بروتوكولز أو الألغوريثمز، واللي راح نتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. خليكم معنا وشكرا جزيلا ومع السلامة.